ويرجع يرجع ال ايش هو بالعربي reactivates the curl، ندور على جوجل، يعيد تفعيل الكيرل. اهلا وسهلا، اهلا فيكم في قناة اليوتيوب حقتي. قناتي هي عبارة عن شعر 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 actually امزح. انا اسمي نجلاء، انا هير دريسر، واليوم بوريكم كيف بسوي ستايلينج لشعري بعد الواش داي. واش داي هو اليوم اللي اغسل فيه شعري بشامبو واحط بعده ماسك. العادة اذا انا احط شامبو دائما استخدم بعده ماسك عشان ارجع ارطب شعري شوية، فهو ده اللي حنسويه اليوم. حنسوي ستايلين بمنتج من شركة كانتو. اظن ناس كتير يعرفوا ان انا احب شركة كانتو، هي اول شركة جربتها لما رجعت هنا، واللي عجبني فيها انه سعرها جدا يعتبر رخيص. فهذا هو المنتج. حالات المنتج هذا انه واحد ما تحتاج انك تستخدمي اي شيء ثاني معاه، والوحده يرطب وفيه له تثبيت لشعرك. انا دائما اقول انه شعر الكيرلي يحتاج شيئين، ترطيب وتثبيت. هذا حالاته انه فيه له الاثنين، وينفع على كل انواع الشعر، بس اللي يفرق كمية المنتج قديش تحط منه في شعرك. فالشعر الويفي اقل طبعا من الكيرلي اللي هو انا، والكينكي يعتبر يحطوا اكتر. فبس لازم تعرفي قديش انت تحتاجي. بس من جد احس انه هذا ناس كتير حبوا، كتير كتير من البنات اللي على يوتيوب اللي معروفين اللي يستخدموا ويقولوا عليه كويس. فاليوم بوريكم انا كيف استخدمه. وصلت لنص العلبة، يعني احبه دائما الريزولتس منه تطلع حلوة، وريحته ريحته ريحته مرة حلوة. فحنبدأ زي ما دائما انا ابدأ، انه انا امسك الفرشة حقتي الصغيرة. طبعا اذا شعرك طويل احسن جيبي فرشة اطول. فحنبدأ ب زي ما انا دائما اسوي، من شفتي هنا اقلب راسي وامشط شعري على تحت.
اوكي سو الباقي بس يبون ينشف بالهواء تقريبا 80% ينشف بقي انزل من زي كذا اخر 20% ما حب اسوي بالديفيوزر اسيبه بنفسه ينشف احسه يخلي شكل الكيرلز ارتب بالنسبه لي يعني انا كنت اسوي الحركه من يوم انا في المدرسه ف بالنسبه لي هذه احسن طريقه بالنسبه لي في ناس تسوي العكس في ناس يخلوه ينشف بالهواء بعدين اخر 20 يسووه بالديفيوزر different school of thoughts I don't know طيب انا بدي احكي لكم شوي على ذا المنتج قبل ما بقية شعري تنشف اوه لو طلعت لي دي الفرقة في النص ولما شعري ينشف مرة بزعل فهذا المنتج من كانتو اسمه كانتو شي بارر for natural hair moisturizing curl activator cream يقول لكم بالنو سولفيت سيليكون بارابينز or mineral oil very good بعدين الوصف حقه activate curls delivers volume and shine reveals frizz free bouncy curl يقول انه يفعل الكيرلز يديكي فوليوم ولمعه ويخلي الكيرلز حقتك بدون فري بدون فريز وباونسي يعني كذا فيها حيويه طريقه استخدامه هي apply to damp hair section by section reapply to dry hair as needed for additional moisture طريقة استخدامه انه على شعر مبلول يتحط قسم يعني خصلة يعني على حسب انا لانه ما عمري اقسم شعري اقسام لانه مرة قصير بس اذا شعرك طويل انا دائما اقول انه افضل انك تقسميه اربعة ودائما تسيب الغرة لحالها عشان الغرة سويها على فوق عشان تصير فيها فوليوم بشرح يوم كده بسوي فيديو ان شاء الله في شرح مفصل لكيف نسوي ستايلينج للشعر الكيرلي الطويل تاني استخدام لي انكم تحطوه على شعركم هو ناشف بس عشان اذا مثلا بتدوا شعركم ترطيب اليوم الثاني نجيك تحطوا شوية على يدك وتمسدي على الخصلة اللي تحتاج انها ترجع تترطب ستايلينج تيب for next day curls refresh curls with Cantu comeback curl next day curl revitalizer for definition هذا منتج الثاني اللي انا برضه مره احبه بعدين بقول لكم عليه في يوم ثاني سو شعري نشف تماما زي ما انتم شايفين شكله كانه شويه مبلول بس هو تماما ناشف اوكي سو ناخذ هذا الاويل اللي هو هاسك ارغان اويل from Morocco strengthening and restore ناخد 1 pump نفركها وسكرنش شوية في فرقة Thank you for watching شكرا لكم تفرجتوا Have a good day everybody Bye bye